عندنا الحقوق الماليه، حنا اصحاب حق، حنا ما كنطلبوش الصدقه او الاعانه. انا ما غنغاديش ركبها في الطوموبيل خمسه دراهم، اللي ما عنده الكري عنده كثير عنده القليل. الوزير الاول انذاك سيدريس جطو، واللي عطانا وعد انه حتى شي مكتسب دمان في عراق لن الان. احنا في الوقفه 16 ولا مجيب ولا تدخل من طرف الجهات المسؤوله باش يفتحوا معنا الحوار. يعني في الحقيقه احنا دوزنا شباب العمر ديالنا، والان كنتقصوا وكنتحرموا من ابسط الاشياء وهي بطاقه الركوب المجانيه اللي في القانون الاساسي منصوص عليها في القانون الأساسي البند 68 1979. كان الوزير الأول هو أحمد عثمان آنذاك. الآن كنتحرموا من البطاقة اللي هي لا تساوي شيء في الحقيقة، مع هاد الشيء اللي هاد العمل اللي قضيناه وتفانينا في العمل ديالنا، والآن كنتقصوا. يعني في الحقيقة هذا ظلم، هذا ظلم. لهذا كنادوا صحاب القرار وعلى رأسهم العمدة باش ينصفونا، والعمدة يعني تصلحوا ما أفسده المجلس السابق. دابا كنلقاو مضايقات من طرف بعض المراقبين كيوجهونا حتى المخفر ديال الشرطة، ومن هذا المنبر يعني كنشكر الناس ديال الامن اللي كيتفهموا الوضعيه، لانهم كيعرفونا بان مظلومين. فلهذا مره اخرى نناشد اصحاب القرار باش ينصفونا ويردوا لنا الحق ديالنا المسلوب. غادي نبقاو في الوقفات الاحتجاجيه حتى يحلوا معنا المشكل. الآن رحنا مستمرين في الوقفات الاحتجاجية، وربما يعني كاين من بعد إلى ما تنصفناش راه غادي نتوجهوا للقضاء باش هو يقول الكلمة ديالو وغادي نصفنا إن شاء الله. أنا أرملة راجلي كان خدام في الشركة ديال النقل الحضري، خدم 30 عام، توفى في 2003. دابا حنا كنا كنركبوا بالبطاقة، هذه ألزا حيدت لينا دابا البطاقة، ما كتخليناش نركبوا. ملي كيجيو يطلعوا المراقبين تيقول لك سالتة، وانا عندي البطاقه باش نركب، علاش يحيدوها ليا؟ علاش يقلعوها ليا؟ علاش ما يخليونيش نركب بها؟ حنا ولدي راه كنهبطوا عايله، بغينا نمشيو على الطبيب، بغينا نديرو تحاليل. ما كتركبيش ديما في الطوبيس، ماشي ما عندنا ما نديرو، خاصنا نركبوا على الطبيب ولا التحاليل. انا كنتسائل علاش حنا حي ارامل ومتقاعدين ومتقاعدات حيدوا لنا البطاقه، علاش؟ هذا راه ظلم هذا. لا هاد الشركه الاسبانيوليه اللي جات السير الاسبانيولي هكا دايرين المتقاعدين ديالهم في بلادهم، راه عندهم حقوق المتقاعدين، علاش حنا محاونا؟ داروا لنا قومه ومحاونا من الطوبيس ما نركبوش، علاش؟ حنا تنطالبوا المسؤولين يهبطوا عندنا. دابا هذه الوقفه 16 كنوقفوا هنا وكنوقفوا حدا في الديبو في المعارف، حتى شي مسؤول ما هبط عندنا. علاش؟ الشمس والشتاء والبرد، والناس راك شتي العزازه جايين في الكراسه، راه اليوم راه ثلاثه اللي ماتوا، ثلاثه المتقاعدين ماتوا كيتساقطوا بحال الورق ديال الشجر، وتا واحدنا وعايجي وعايهبط مسؤول يدير مع خاطر نقول لهم سيروا في حالكم، راه حنا غادي نشوفوا فيكم، غادي نصوبوا عليكم. كونوا صالحية، كون عيطوا علينا، كون ريحوا معانا، كون يقول لهم راه غادي نصوبوا عليكم بلا ما تبقاو تجيو محنين. راه كاين اللي جاي من الدياليز داير الدياليز وجاي، جاي ضيخ مسكين وجاي، علاش؟ حشومة. غادي نبقاو نديروا تيبقى فينا واحد ولا وحده، حنايا منضامنين با غادي نبقاو نوقفوا واخا يبقى واحد شي ما غاديش نسلموا حقنا. هذا حق، هذا
هذه راه هويه ديال راجلي، علاش نسمح فيها؟ ما نسمحتش فيها والله ولدي. زعماك هذه راه عيب عيب عيب، نبقى واقفين ويجيو السياح يصوروا، عيب عيب. راه خاصهم يحيدوا ما هذا الشيء، هذا الشياب وهذا الشيبانيات من هنا من حدا الولايه، حقاش كيجيو البراني كيصورنا. ما بغيناش حنا المغرب، حنا عاش زيدنا، عاش المغرب، عاش المغاربه فين ما كانوا. واش هي غالبه الدوله غالبه السلطه ولا كيتشرفوا هما كيف ما بغاو؟ كيقولنا احد المسؤولين ان المدير العام ديال الزاق هو اللي هز معاك الضد. اش بيننا وبين حنا مدير الزاق؟ كيف يعقل انه اللي بدا تسير مفوض بقات مدينه بيس كتعطي الناس اللي كارت ديالهم؟ حتى جات الزاق اللي وقفت هذه المطائر.